في حياة كريمة شهدت محافظة أسيوط إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في عدد من القرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ولتقديم العلاج بالمجان. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة، كما قامت بتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. احنا بنوصل للمجتمعات العمرانية اللي ما فيهاش خدمات طبية بطريقة عالية، والناس دي ما بتستمتعش بالكم اللي بيستمتع به الحضر، فالقافلة الطبية بتوصل هنا بكل التخصصات المتكاملة، سواء أطفال، أنف وأذن، عظام، نساء، جراحات كاملة، بيتعمل كشف طبي لجميع المترددين، بيتعمل لهم تثقيف صحي عن أهمية الغذاء بتاعتهم والنظافة، بيتعمل تحاليل طبية وأشعات. القافلة الطبية دي عبارة عن مستشفى متنقل فيها تخصصات مختلفة، باطنة وجراحة ونساء وأطفال وتنظيم أسرة ورمد، التخصصات المختلفة الموجودة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن السكر والضغط، بالإضافة إلى عندنا تحاليل، تحليل دم وتحليل بول.